الردة إذا ارتد الإنسان عن الإسلام بطلت أعماله. فإذا ارتد الإنسان عن دينه وهو في أثناء الاعتكاف، تصوروا ممكن يكون في أثناء الاعتكاف فتأتيه شبهة أو يكلمه أحد فيرتد عن دين الله تبارك وتعالى، يفسد اعتكافه. فلو قدر أنه ارتد في أثناء اعتكافه ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، اعتكافه فاسد أصلا، وله أن يخرج، لأن الاعتكاف فسد بردته.